السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بس ان شاء الله نقول في الفيديو ده توضيح بسيط ازاي بنعمل ريجستريشن على الويب سايت بتاع الـ RCPCH، لان في بعض الاطباء عندهم مشكلة في التسجيل مع الابديت الجديد اللي اتعمل على السيستم على الموقع بتاع زمر. طيب، اول جزء بالنسبة لنا احنا هندخل على الموقع بتاع الرويال كوليدج RCPCH، نعمل ريجستريشن. نختار I don't have an RCPCH number، نعمل sign up. بعد كده هيجيب لنا الصفحة دي، نختار منها البوست كود، كل واحد according للcountry بتاعه، هيكون الرقم ده address كيو. ندخل رقم موبايل، دوس نيكست. نلاقي الايميل اهو بيقول لك ان ده النمبر بتاعك خلاص اللي انت محتاجه بعد كده تستخدمه، وهتدوس على اللينك ده عشان تعمل كونفرميشن للاكونت بتاعك. هيجي لنا ان احنا نختار الباسورد، يهمنا بس في الباسورد لما يجي نختارها ان هي بتكون فيها حروف كابيتال وحروف سمول، فيها ارقام حروف وارقام، وما تكونش اقل من 12 حرف، وفي من بعض الاختصارات زي الات زي الدوت، الحاجات اللي هي الاختصارات كده. احنا دخلنا النمبر ودخلنا الباسورد، نعمل لوج ان. تمام، اغلبنا بيعرف يوصل للمرحله دي ان هو يعمل اكونت ويدخل. المشكله الكبيره كلها ان هو ايه، ان هو يعمل ازاي اتاتش للسيرتيفيكت بتاعه التخرج بتاعته. احنا كل اللي محتاجينه في الريجستريشن ان يكون معاك شهاده التخرج باللغه الانجليزيه، مش اكتر من كده. طيب هنعمل ايه؟ ندخل على ماي اكونت، ندوس على كليك هير. هيبدأ يفتح عندك البروفايل اللي انت هتتعامل معاه على مدار الامتحانات كلها، ان انت تعمل تحجز الامتحان، تشوف نتيجة الامتحان، اي حاجة متعلقة بالامتحانات كلها هتكون موجودة عن طريق الاكونت بتاعك. نلاقي هنا ده ماي بروفايل، هندخل على البوكينج، نختار ماي بوكينج. نيجي نعمل عند الريجستريشن، يعني نختارها، هنختار السيرتيفيكت،
وين نتأكد هنا؟ طب هنا خلاص انت عملت فعلا صمت للريجستريشن ريكوست بتاعك، وهنا بيقول لك اي ويتنج فور ابروفل، بنستنى تقريبا من 3 ل 5 ايام لحد بيجي لنا ايميل على اللي احنا مسجلين على الويب سايت ده، بيجي لنا الايميل اهو يكونفيرم ان احنا عملنا فول ريجستريشن، احنا كده نقدر نعمل الريجستريشن هاز بين ابروفد خلاص. في اي وقت يكون الابلكيشن بتاع الامتحانات مفتوح ممكن نقدر ندخل نقدم عليه في اي وقت. ده كان اختصار بسيط لخطوات التسجيل في الرويال كوليدج على الويب سايت. لو حد عنده اي مشكله في التسجيل ممكن يسكان الكود ده ويدخل على الجروب بتاع الواتساب بتاعنا، نتناقش في اي مشكله قابلته في التسجيل او اي حاجه حابب يضيفها عليه، او ممكن يبعت لنا على صفحه الرويال كورس. ممكن يبعت لنا على صفحه الرويال كورس لو هو عنده اي مشكلة في الريجستريشن. شكرا.